السلام عليكم، أبو أسد من محافظة واسط، مربي الحيوانات البرية. وبخصوص الذئاب عندي يعني هواية كلش قوية، لأن حيوان مهدد بالانقراض. فهذا الحيوان نجيبه هنا نزاوجهن، وإنتاج سنوي إن شاء الله يصير عندنا كل سنة يولدن. وهذن مثل ما تلاحظون ذن عندنا نثاية 2 والدات، وخير من الله. وحافظنا على هذا الحيوان، وكعالم جاي تشتري حتى هم تحافظ على الحيوان من الانقراض. طبعا الذيب بفوائد، الذيب يطرد الجن، الأعمال الشيطانية، وكو عالم هواية. فهم اثنينهم يعني ذول اثنينهم يشترون الذيب، فالمتضرر ترى بالعراق يعني دائما الشغلات مال الاسحار الله يشفيكم الشر متوفره يعني بكل الاماكن، فياخذون الذيب، فما يخلي هاي الشغلات مال الاعمال الشيطانيه تشتغل من العين، من الحسد، من كل شيء. فهذا فائده الذيب بالبيت. عندي انا الحيوانات البريه جميعها اربيها، هسه مثلا عند الضباع، فاحاول يعني الحيوان اللي مهدد بالانقراض انا اجيبه هنا حتى على مود اكاثره وانتج من يمه، على مود لا يصير تهديد بالانقراض، حتى احنا محافظين عليه عندنا بالبيت. هسه عندي هنا الضباع البريه، عندي هنا وجايب اثنين على مود الانتاج مالتهن. الذئاب عندي الانتاج مالتهن، وان شاء الله نقدر عليها. انا بمكان كلش بسيط، ونحافظ على الحيوانات ونوفر لهم الاكل. طبعا هنا هو الحيوان هذا من تربيه من صغر يتعود على البيئه مالتنا. قبل كان متعود على البر، فهنا متعود على البيئه مالتنا، عاشر العالم، الاهل، العائله، الناس اللي تجينا تزورنا، فتعود على هذا، على البيئه وعلى مكانه وعلى فشي طبيعي صار، ويعني مو ممل ولا فد الحيوان فرنا عرفه احنا ذا ضايج وذا كان المكان مالته مو شيء. فهواي بي امور تبين لنا الاكل مالته الله شاء جاي يصرف عليه أكثر من فلوس، يعني جاي نبيعه مبالغ بسيطة على مود الحيوان هذا، على مود الحفاظ عليه.